يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفة انك انت مدمن. يا مدمن ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمة غلط الكلام ده. في الكوسة، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدرية. لا، مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفة، واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطة القطر يا بدرية. يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقة الخالدين. احمدي ربنا على النعمة واصحي لنفسك يا بدرية، اصحي وفوقي. ها؟ وبعدين اخواتي اللي انت فرحانة بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حرياتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدرية. مش اللي ينفذوها يا اخويا، ينفذوها. انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزة. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدرية، انا مش وزة، انت عارفة ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدرية، انا عصب يا بدرية، عصب. ايه ده ايه ده؟ الحقيني فولاه يا بدرية، الحقيني فولاه. يلا يا بتاع الحباية. لا، الفولاه فيها 3 حبايات، هاتي واحدة بس يا بدرية، هاتي واحدة. ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي ربنا يخليك ليا يا بدر. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص، ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجة تانية يا حاج، ما اعرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونظفناك ودخلناك العيله. فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها كاكالاكس اهو. شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين، وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس. براحتك يا حاج، اهو كالاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكالاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش، انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل، واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شايف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي.
في العلبه دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتتكل على الله، انت رخم قوي وقاعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله، يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟ خدها الواد التخين ومشي وسابني هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقي تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي، فول حراتي. حلوة فول حراتي كده. اوفر دوز. اتعب يا حاج اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم غير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بس اتابع دريه. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو انت ايه يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه، كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدريه، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليان. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم. الهي يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه ولا الهي ولا حبايبي. نهار اسود. ايه ولا كده توفيق حط ولا ايه؟ مش عارف دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصت؟ طب اعمل لك ايه؟ فول حراتي. ايه؟ 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 ايه؟
ويهدي.